السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير ولاباس. رجعنا لكم اليوم في روسات جديده. اليوم باش نحضروا لكم كيك بالقوم تاع القارص. الكيك هذا ينجم يكون كما ينجم يكون فطور الصباح، كما ينجم يكون العشيه مع قهوه. مكوناته سهله وبسيطه وموجوده في اي دار. نتعادوا لطريقه التحضير. انا هكا 3 كعبات عظم صبوهم، نركضوهم كيف ما تشوفوا هكا، ركضناهم بالقدا. طيب باش نصبوا كاس سكر هكا، كاس هذايا 200 ملل، وباش نركضوا العظم والسكر مع بعضهم. كيف ما تشوفوا هكا، بعد ما صبينا السكر كذناهم، طيب باش نصبوا هكا نص كاس زيت نتاع ماكله ولا زيت زيتونه اختياري، كيف ما تحب انت، زيت نتاع ماكله ولا زيت زيتونه نص كاس. كيف هكا نزيدو نصبوه ونعاودو نركضو باش نستعملو نفس الكاس في اللي باش نكايلو بيه، نفس الكاس اللي كايلنا بيه السكر هو باش نكايلو بيه الحليب والزيت. بعد ما ركضنا المكونات هذيا، تو باش نزيدو نصبو كاس حليب كيما تشوفو، نفس الكاس هذا اللي كايلنا بيه، نصبو كاس حليب ونعاود نركض. بعد ما صبينا الحليب وركضنا هكا، تو باش نصبو عصير متاع قارصة كيف ما تشوفو هكا، باش نصبو الزيست هذايا كيما شفتو اللي هو قشرة متاع القارص فرمتها، نرفع شوية بعد ما ركضنا. توا باش نصبو هكا باكو متاع خميرة قطو، وباكو سكر فاني، وعندنا لهنا الفارينة 2 كيسان ونص بنفس الكاس اللي كاينا به الحليب والزيت والسكر، عندنا 2 كيسان ونص. باش نبدو نزيدو الفارينة بشوي بشوي ونركضو. شوفوا هذه العجينة اللي تحصلنا عليها، عجينة إيموجين هكا. نعود نذكر حطينا 3 كعبات عظام، كاس سكر، وركبناهم بالقدا، ومن بعد زدنا عليهم نص كاس زيت متاع ماكلة وإلا زيتونة، كاس حليب، باكو سكر فانيليا، وباكو خميرة قطو، وزدنا عليهم 2 كيسان ونص فارينة وركبناهم بالقدا. نتحصلوا على العجينة هذه، وبالطبيعة هذايا القوم تاعو قارص، يعني باش نعصرو كعبة قارص ونزيدوها ونزيدو الزيست نتاع القارص. توا هذيا باش ندهنو البلاتو، نحطوها نحطوها في البلاتو ونوريكم كيفاش. هذايا كيف ما تشوفو البلاتو نتاعنا دهناه بالزبدة، توا باش نصبو فيه الخليط هذيك نتاع الكيك اللي عملناه، نصبو هكا. نعاود نهبطوه هكا بالمغرفة،
تشوفوا هكا، نحاولوا هكا نضربوه شوي باش ما يبقاش في وسط الهواء. توا باش نحطوها على الفور بعد ما سخناها على 160 درجة تقريبا لمدة ساعة ونخلوه يطيب. كيف يطيب خارجه من الفور؟ طبعا نوريكم كيف يخرج. كيف ما تشوفوا هذايا الكيك متاعنا بعد ما طاب، كيف ما تشوفوا هكا ديجا مازال سخون، مازال كي خرجته من الفور. نخلوه يبرد شوية وبعد نوريكم، نقصوكم ونوريهوكم كيفاش من داخل. هذه الكيكة متاعنا بعد ما بردت، تو باش نقصوها هكا. بسم الله. كيف ما تشوفوا هذه الكيكة متاعنا، كيف ما تشوفوها لا معجنة لا حتى شيء، ريحتها ياسر بنينة. أنا جربتها قبل وننصحكم جربوها. كان تحب يعني في عوض القرص تنجم تحط برتقال، تنجم تحط أي غلة، تنجم تحط فيها غلة، تنجم تحط فيها الزبيب، تجي مزيانة. هذه الكيكة متاعنا كيف ما تشوفوا. كما شفتوا اليوم هذه الكيك متاعنا، ان شاء الله الروسيت عجبتكم واستفدتوا منها، وننصحكم جربوها. ان شاء الله بقدرة ربي نرجعوكم في روسيت جديدة ونتقابلوا في فيديو جديد، وفي امان الله.